يا مساء الخير والحب والسعادة عليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة من 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. زي كل يوم هنكون مع بعض لمدة ساعة ونص، هنتابع فيها كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرياضية. هنشوف النجوم والأندية والمنتخبات نشروا إيه من بوستات وصور وفيديوز، وطبعا هنعرف أهم الأخبار السريعة والحصرية وهنكشف لكم التوب سيكرت. وهنبدأ حلقتنا وكالعادة بسؤالنا. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: من ترشحه لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة؟ طبعا بعد ما ضاع لقب الدوري من الزمالك وتغيير السويسري كريستين جراس وطلع قرار إقالة خالد جلال من تدريب الفريق، بترشح مين يتولى تدريب الزمالك؟ مدير وطني ولا أجنبي؟ وهيكون مين من وجهة نظركم؟ طبعا عايزينكم تجاوبونا على مدار وقت الحلقة وتبعتوا لنا إجاباتكم على تويتر وهاشتاج البرنامج ما تنسوش 7 في 7، وفي آخر الحلقة هنستعرض مع بعض أهم الإجابات. ودلوقتي هنبدأ مع بعض بأهم ترندات رياضية على تويتر خلال الساعات الأخيرة، وكان أهمها هاشتاج الأهلي الزمالك، واللي انتشر بسبب مباراة القمة 118 واللي جمعت الفريقين امبارح. وأهم اللي انتشر على الهاشتاج ده كان: خالد المصري قال دائما ما يتمتع نستر الأهلي بوجبته الشهية في ديربي العاصمة. جهاد سامي قالت وأخيرا خلص الدوري التقيل الطويل جدا، وخلص بلعبكته ومطره وبسلطاته وبابا غنوج، وياريت نبدأ على نظيف، وألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة. رنا قالت congratulations. أما توت فقالت علي معلول the best, the greatest, the closest, the soul, the life, the source of happiness. مليكة 74 قالت you are the best معلول. أما حسام عاشور قال المقاتل، كل التحية لهذا اللاعب الرجولة، هارد لك يا طارق، من أفضل اللاعبين هذا الموسم. بعد ما تعرفنا معاكم على هاشتاج الأهلي الزمالك، هنروح لهاشتاج تاني وهو علي معلول، واللي طبعا انتشر بسبب أنه صاحب هدف فوز الأهلي على الزمالك في ماتش امبارح. ومن أهم اللي انتشر على الترند ده كان مصطفى سعد قال دوري علي معلول هداف النادي بجدارة. أوكي قال علي معلول بحبك يا علي. عبد الرحمن قال العبرة بالخواتيم. إسلام كشري قال طب علي يا حبيب قلب. محمود خليفة نجم نجوم إفريقيا، تحس إنه من أبناء الأهلي يا جدع. عبادة ربيع قال شكرا علي معلول. لميس إبراهيم قالت بطل البطولة يا علولو. ودلوقتي هنتابع مع بعض نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات نشروا إيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، والبداية كالعادة من فيسبوك. هنبدأ فقرة فيسبوك من صفحة النادي الأهلي الرسمية، واللي نشرت فيديو أول رد فعل للاعبين والجهاز الفني بعد حسم القمة 118 والفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، وسجله علي معلول. تعال نشوف الفيديو مع بعض.
طبعا شفنا فرحة هستيرية من لعيبة الأهلي، حقهم حق لعيبة الأهلي، جماهير الأهلي، مجلس إدارة الأهلي ألف مبروك مرة تانية. ونروح لحساب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي اللي نشر صورة سيلفي من مقصورة برج العرب وكتب: انتهى الدوري، الترتيب واضح، الأهلي بطل على القمة، لأن القمة لا تليق إلا بالأهلي. كل التحية للجماهير العاشقة التي دعمت الفريق والكيان من اللحظة الأولى. هاشتاج سيلفي الدوري. هنروح بقى لحساب البطلة المصرية اللي شرفتنا فريدة عثمان، اللي نشرت صور ليها ووجهت رسالة لكل اللي دعموها لحد ما كسبت برونزية بطولة العالم للسباحة. وكتبت فريدة: هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسمانيا، تعلمت الكثير عن نفسي من الانتقال إلى برنامج تدريبي جديد، إلى مدربين جدد ومنطقة جديدة، ما كنت لأفعل ذلك دون دعم كل الذين ساعدوني طوال هذا الوقت. شكرا جزيلا للمدربين سيرجيو لوبيز، ألبرتو باريتس، وشكرا لعائلتي أحمد، راندا، وهشام، ونينا. بالطبع شكرا لزملائي السابقين والحاليين، شكرا لجميع أصدقائي، شكرا للاتحاد المصري للسباحة. أنا فخورة بما حققته وبروحي القتالية رغم كل هذه التغييرات الجديدة. يشرفني أن أمثل مصر وأأمل أن أستمر في جعلكم فخورين جميعا. ونروح لحساب برشلونة الإسباني اللي نشر فيديو استعداداً لجولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن برشلونة نروح لريال مدريد الإسباني اللي نشر فيديو تقديم الطقم الثالث لفريق كرة القدم الملكي. تعالوا نشوف. صفحة مانشستر يونايتد الإنجليزي نشرت فيديو عن اللاعب دياغو دالات، وعمل في اللقطة طبعا حاجات كتير هنشوفها. ثلاث مهارات: الأولى قطع الكرة، بعدين الجري بيها، وأخيرا تمريرة عرضية صنع بيها فرصة. تعالوا نشوفها. وهنختتم فقرة فيسبوك بفيديو جميل جدا عن البراعم الصغيرين وهما بيبدأوا مشوار لعب كرة القدم. تعالوا نشوف مهارات الأطفال الصغيرين دول في تسجيل الأهداف بتكون عاملة إزاي. وبعد ما خلصنا جولتنا في فيسبوك يلا بينا نطير سريعا على تويتر. هنبدأ فقرة تويتر من حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي نشر التغريدة اللي هنشوفها دلوقتي بمناسبة مباراة القمة 118، وقال حساب الفيفا: الأهلي بطل الدوري وبطل كلاسيكو الكرة المصرية، الشياطين الحمر احتفلوا بأفضل طريقة فوز نتيجة 1-1 لا شيء على الزمالك بهدف معلول لينهي البطل موسم الدوري المصري على القمة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف. وتبدأ الاحتفالات الحمراء بفرحة مضاعفة في شوارع القاهرة. متعودين طبعا ان ميسي بيرقص اي حد واي مدافع، لكن صفحة الدوري الاسباني لا ليجا نشرت فيديو لمهارة مميزة لدياغو جودن ورقص في الكورة دي، رقصها ازاي لليونيل ميسي. تعالوا نشوفها مع بعض. حساب يوفنتوس الايطالي نشر فيديو لاهداف مجمعة سجلها الارجنتيني هيجوايين من صناعة البرازيلي ساندرو، قال الحساب: علاقة لاتينية مميزة. حساب نادي موناكو نشر فيديو لهدف مميز جدا سجله جالسون مارتينيز. تعالوا نشوف مع بعض. خاض ألفارو موراتا وبيتولو تحدي من نوع خاص ضد لاعبين من الدوري الأمريكي في البلاي ستيشن، وحساب أتليتيكو مدريد نشر لنا فيديو كواليس التحدي ده. تعالوا نشوف. هنختتم جولة تويتر بفيديو لهدف قديم شوية سجله الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو بقميص يوفنتوس في شباك برشلونة. الهدف ده لو اتسجل في عصر السوشيال ميديا كان هيعمل ردود فعل كبيرة جدا ومختلفة جدا. تعالوا نشوف الهدف ونعيش ذكريات جميلة مع مهارات باجيو، واحد من أساطير الكورة. وبعد ما تعرفنا معاكم على أخبار فيسبوك وتويتر، عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة كان بيقول: مين ترشحوا لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة؟ طبعا هنستنى إجاباتكم على مدار وقت الحلقة. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم نكمل خبر أفكارنا. طبعا فقرتنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم اخبارنا اخبار السوشيال ميديا الرياضيه في برنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس. وصلنا معاكم دلوقتي رحلتنا على الانستغرام، وهنبدا من حساب النادي الاهلي اللي نشر صوره نجم الفريق علي معلول صاحب هدف الفوز بمباراه القمه وكتب: بيلا تشاو، وده طبعا اسم الاغنيه الشهيره لمسلسل لا كاسا دي بابل الاسباني الشهير.
كمان حساب النادي الأهلي نشر الصورة دي وفيها رقم 136 وكتب أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات والألقاب، أنت متصدر سعادتنا. أما محمد هاني نجم النادي الأهلي علق على فوز امبارح وكتب الحمد لله فوز مهم على المنافس والأهلي بطل الدوري وختام سنة مهم، أشكر كل اللاعبين رجالة وبشكر كل الجماهير الدائمة معنا في المر قبل الحلو، الحمد لله يا رب. أما رمضان صبحي فنشر صورته دي وكتب أنا الأهلي. ومؤمن زكريا نشر الصورة دي وكتب نتقابل في السوبر إن شاء الله. وبعد ما تعرفنا معاكم على جزء من أخبار إنستجرام هيكون معنا عبر الهاتف دلوقتي كابتن سمير كمونة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق المنيا. مساء الفل عليك يا كابتن. أهلا وسهلا فرح، ربنا يخليك، الخير عليك وعلى جماهير مصر كلها. اهلا بيك، وطبعا في البدايه بقول لك الف مبروك على فوز النادي الاهلي وحصوله على مسابقه الدوري الممتاز. وفي البدايه طبعا عايز اسالك عن رايك بقى الفني في مباراه الاهلي والزمالك بالامس. لا والله مباراه متوسطه المستوى، انما يعني من فرقتين، يعني صراحه يمكن الواحد كان متوقع مستوى فني اكتر من كده، لكن تملي الماتشات بتبقى اخر السيزون بتبقى فيها حاله من الاجهاد، و خاصة من النادي الاهلي يعني حاس ان هو خد الدوري وفي ارتياحيه شويه، لكن كان نوعا افضل شويه من نادي الزمالك وكسب 1-0، لكن نادي الزمالك كان بيحاول بقدر الامكان بكل خطوطه وقدر ان هو يهاجم النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بخبرته ولاعبته قدر ان هو يستغل المساحات اللي كانت موجوده في الملعب، وكان عنده شراسه بعض الفترات شراسه هجوميه ان هو بيهاجم من الاطراف عن طريق علي معلول وهاني واختراق طبعا من العمق الاثنين يعني سوليه وكان وليد سليمان، ده كان جزء من الثلث الهجومي بتاعهم كان يعني واضح قوي ومثل خطوره على مرمى نادي الزمالك اكثر من مره، لكن برده مش بالفعاليه وبالشراسه اللي احنا متعودين عليها من النادي الاهلي، ان هو يعني برده حاسس ان هو برده بعض اللاعبين خدوا الدوري ويفرحوا جماهيرهم قبل المباراه دي، لكن مباراه الاهلي والزمالك ده بيبقى ديربي خاص وبطوله خاصه، المكسب طبعا 1-0 ده لوحده او في حد ذاته فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وبقول للنادي الزمالك هارد لك، عملت جيم معقول انما عملت موسم استثنائي كويس جدا وخدته بطوله الكونفدراليه، انما يعني فنيا المباراه يعني متوسطه المستوى فنيا، لكن ليها فرحه خاصه ان ده ديربي ولاعيبه النادي الاهلي فرحوا جماهيرهم، وبقول لجماهير النادي الاهلي مبروك طبعا الدوري وده الاهم، يعني كلنا فرحنا النادي الاهلي خد الدوري يعني. طيب عايزين نعرف من حضرتك كنت متوقع فوز الاهلي رغم ان طبعا الدوافع عند الزمالك اقوى بكتير جدا بعد خساره لقب الدوري. لا ده العكس، الدوافع عند النادي الاهلي ان هي بتكسب الزمالك معظم الماتشات اكتر، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي. انما فريق نادي الزمالك عرفت ان الدوري خلص والمباراه بالنسبه لهم تحقيق حاصل. ده اللي انا كنت حاسه امبارح. في قاعدتين، يعني قاعده لا شيء تفكي عليه خلاص، وفي قاعده ثانيه حفظا لماء الوجه، فاعتقد يا حبيب العمر ايوه انت الدوري راح وانت يعني بتلعب مباراه فن او بتلعب مباراه يعني تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، انما الاهلي خدها جد اكتر عشان كده هو اللي كسب. الزمالك لو كان عنده دوافع اكتر زي ما حضرتك بتقولي كان هو اللي كسب، كان يتعادل على الاقل، انما الماتش كان متوسط المستوى الفني، وانا قاعد مع زمالي بنتفرج على الماتش وشايف ان الفريقين برده مش ما كانش يعني المستوى اللي احنا اللي كان متوقع، قلت لهم النادي الاهلي هيجيب جول، ما فيش بعدها بخمس دقايق النادي الاهلي جاب جول، قالوا انت شيخ يعني، قلت لهم لا دي الدوافع بتاع لعيبه النادي الاهلي ان هم معودين جماهيرهم على طول ان هم يكسبوا حتى لو هو محتاج وحتى لو هو خد الدوري بيحب يكسب على طول، حتى في التقسيمات بتاعت النادي الاهلي والتمرين بيحبوا ان هم يبقى في مكسب على طول ويحبوا ان هم يبقى في انتصار بتطبق عليهم، بيبقى عندهم رغبه الفوز على طول في بعض الماتشات وبالذات المباريات الحاسمه. يعني مباراه امس مباراه ديربي
لعيبه النادي الاهلي بيتحاسبوا على كل مباراه، لعيبه النادي الاهلي طماع شويه، ودي حاجه كويسه ان هم بيحبوا الفرقه تكسب كل الماتشات وكل البطولات، ودي بتتنقل للعيبه ان هم ما بيحبوش يزعلوا جماهيرهم. اكيد كده كسبوا امبارح. اكيد. طب كابتن سمير تعالى نرجع مع بعض كده للسيناريو البعيد شويه، تفتكر ايه الاسباب اللي خلت الاهلي يعود من بعيد تاني وطبعا يقاتل ويقتنص الصداره ويتوج باللقب بعد ما كان الزمالك هو المرشح الاول؟ بص انا وجهه نظري ان نادي الزمالك عمل مباراه استثنائيه، سنه استثنائيه، وقدر ان هو يبقى اول الدوري اسابيع طويله جدا، طول فتره الشتاء قدر ان هو يبقى الاول، وكان جروس موجود وقدر ان هو يعمل فريق قوي جدا ويختار بعض العناصر من اول الموسم تتناسب مع طريقه لعبه وتتناسب مع نادي الزمالك. لكن هنا بقى النفس الطويل، قدر ان هو ياخد الكونفدراليه، والمستشار مرتضى منصور قدر ان هو يستغنى عنه في اخر مباريات في الدوري، اخر اربع مباريات او ثلاث مباريات. فمن وجهه نظري دي اثرت على اداء الفريق، ان هو لو كان كمل كان ممكن يبقى الدوري صعب جدا. لما مسك كابتن خالد اتعادل ماتشين وكسب ماتش واتغلب مباراه من الاهلي، وطبعا هي دي اللي اثرت على اداء الفريق وفرق النقط اللي الاهلي خد بيها الدوري. انا دي وجهه نظري ان هو كان المفروض جروس يكمل واخد بطوله، يكمل لحد اخر موسم، انت هتجدد معاه جدد، مش هتجدد خلاص تبدا تتعاقد مع مدرب تاني زي ما النادي الاهلي عمل. يعني انت شوف، بص النادي الاهلي عمل نفس الموقف بالظبط. النادي الاهلي اخفق في بطوله افريقيا، ما مشاش لاسارتي، هو كمل، وكان في فرق ما بينه وبين الزمالك كان الاخير، وبعدين خد الدوري وفضل يصبر عليه، كسب 18 مباراه، اتعادل مباريتين، اتغلب مباريتين، ريكورد حلو قوي، وقدر ان هو يطلع من النادي الاهلي من قاع القمه. بص هنا الفرق بقى ان انا اصبر على المدرب وادي له مساحه من الوقت، ما حاسبوش بالماتش والاثنين والثلاثه والكلام اللي احنا عارفينه في مصر ده، ان تغيير المدربين في مصر كتير قوي بيأثر على الاداء الفني لمستوى الفريق. فهنا بقى لازم يكون في تجانس، يمكن انا قلتها قبل كده، المدرب الاجنبي بالذات لازم يقعد اكتر من سنه في الفريق، بالذات الفرق اللي هي بتنافس على البطولات، فريق القمه الاهلي والزمالك، يقعد اكتر من سنه عشان يحفظ الفريق اكتر، يتعود على جو البلد، يتعود على اللاعبين، يقدر ان هو يجيب اكتر من بطوله. انما سنه ويمشي دي انا مش مع الراي ده او الفكر ده، لان هو بتاثر على الاداء الفني واللاعبين كمان. يقدر ان هو يعني معنى كلام حضرتك ان رحيل مستر جوس او تعيين كابتن خالد جلال كمدير فني للزمالك سهلت المهمه على الاهلي؟ ده يعني وجهه نظر متواضعه، لكن انا ما بحبش اتدخل سواء مين جه او مين ما جاش. انت حضرتك بتساليني سؤال وانا بقول والله دي وجهه نظر يعني. انما ما فيش شك ان الزمالك عمل سنه رائعه وخد بطوله الكونفدراليه، وكان معظم الفرقه ومعظم اللاعبين اداء ثابت، وكان ظاهر جدا على ساسي وطارق حامد محمد ابراهيم، بعض الفترات عندك عبد الله جمعه، نجاس، كل اللعيبه دي، محمود علاء، لعيبه ممتازه، وقدرت ان هي تبقى تصنع زيزو بيصنعوا الفارق لنادي الزمالك في ماتشات كتير قوي. نادي الزمالك شفناهوش بيكسب في اخر دقيقه، بيلعب لحد اخر دقيقه زي النادي الاهلي كده، لا كان بيكسب اخر دقيقه وبيكسب في لكن نعم. عايزين نعرف تقييم حضرتك الفني لمستر لاسارتي المدير الفني للاهلي. لا لاسارتي زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، بادئ مع الفريق كان مش عايز اقول منهار، يعني في اخفاق شويه، ومستلم الفرقه كانت خارجه من افريقيا وهو كمان خرج من افريقيا، فعايز مساحه من الوقت ان هو يشتغل ويعود اللعيبه على طريقه لعبه وعلى اسلوبه وعلى استراتيجيته بتاعته، ان هو يقدر يعود اللعيبه عليها. الحمد لله الاهلي خد الدوري، لكن بفكر لاسارتي وقدر ان هو يحتوي الفريق سيكولوجيا، يعني الجانب المعنوي برده مهم جدا، ان هو لما تبقى في اخفاق في بطوله المحببه لينا، بطوله افريقيه، بطوله قاريه عشان نزود رصيدنا ونرجع تاني نادي القرن، قدر ان هو يلم الفرقه تاني، لكن كان متاخر شويه، لكن هو فنش كويس. نعم فنش كويس، وعنده الاداره الفنيه كويسه جدا،
وقدر يرجع بعض النجوم لمستواهم زي وليد سليمان والصوغيه والشناوي والحارس مع طارق سليمان طبعا، وايمن اشرف، محمد هاني، مش عايز انسى حد يعني، لعيبه وصالح جمعه، كل دي ابتدى يشتغل عليها معنوي قبل فني، ان هو يرجع الناس دي حاجه لا. كويسه تحس المدير الفني ان هو يكون في ناس بره على الدكه او متعوره مصابه يعني يرجعها بسرعه، وكمان يطور ادائها الفني. اكيد دي كانت أكيد. موجوده يعني حلوه موجود، ادارته للمباراه جميله، تغييراته كويسه مؤثره. طب تعليقا على كلام حضرتك يا كابتن سمير، انت مع ام ضد رحيله؟ يعني مع ام ضد رحيل لاسارتي، خصوصا ان هناك عدد كبير من جماهير الاهلي بتطالب برحيله ايضا. قلت لك البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي واحنا كمحبين للنادي الاهلي، بطوله افريقيه. نعم. اي حد غير لاسارتي هيجي ومش هياخد البطوله الافريقيه يقول له انت، فده طبيعي. فانا بقول من شويه برضو السؤال ده مرتبط بسؤال حضرتك، لازم المدرب الاجنبي اللي يجي ياخد عقد لمده سنتين، يمضي لمده سنتين عشان يبقى فيه وقت كافي ان هو يطبق شغله كله وبعدين ابدا احاسبه. نعم. انا صرت واخد دوري كان صعب جدا، من اصعب الدوريات اللي كانت موجوده، والمنافسه اللي كانت موجوده على الدوري السنين اللي فاتت. من وجهه نظري قبل كده كان في 13 نقطه فرق وفي 9 نقط فرق، لكن كان في فريق قوي هنا وفي فريق قوي هنا، والمنافسه كانت ابتدت تقرب، لكن انا اجي من تحت لفوق الموضوع صعب جدا. عشان كده انا بقول لحضرتك، انا بقول تقريبا اداره النادي الاهلي هتجدد بصفتي ان هو يبقى متواجد حافظ الفريق ويقدر ان هو يختصر بعض الحاجات اللي النواقص اللي موجوده ويكمل فرقته ببعض الصفقات زي متولي وقفشه وديان اللي تقريبا الافريقي، وتقريبا في حد تاني هيجي لسه من شمال افريقيا على ما اعتقد. كل دي عناصر، عشان كده هو كمان لعب بالتشكيل اللي هو بالنسبه له احسن تشكيل. نعم. طيب بخلاف علي احسن تشكيل. نعم بخلاف علي معلول، يعني من وجهه نظر حضرتك ايضا من هو اهم لاعب في الاهلي في الفتره الحاليه ايضا؟ هو بيني وبينك هو ما فيش لاعب في مصر السنه دي مميز للاسف يعني، لكن احسنهم علي معلول، وكمان في طارق حامد. نعم. احسنهم. لان علي معلول باك ليفت جاب 8 جوان مش كده؟ معظم الفراغ اللي جايب 4، اللي جايب 5، اللي جايب 6، وليد ازارو جايب 6 جوان، كان هداف الدوري السنه اللي فاتت. لا ومحمود علاء ايضا. محمود علاء مدافع. نعم. واخد بالك يعني، محمود علاء برضو من الناس اللي هي كانت عملت فتره كويسه جدا وراح المنتخب من اللعيبه الممتازه. نعم. انا بتكلم كمان على مستوى الفراوده. نعم. هو تملي اللي بيطلع احسن لاعب بيبقى فرود وبياخد هداف، هو ده تملي مش كده؟ طبعا. يعني معظم الوقت، انما انت حضرتك بتتكلمي الفراوده اللي موجوده في الدوري المصري كلهم افارقه. يعني كده انت ما بتلاقيش حد افريقي، ما بتلاقيش حد سوري مصري فرود واثنين وثلاثه واربعه زي ما كابتن حسن شحاته، دي عندنا مشكله فيها. ودي المعاناه ايضا يا كابتن سمير اللي بنعانيها وقت منتخبنا المصري. يعني وقت معسكرات المنتخب دي المعاناه اللي احنا بنعانيها. ما انت بتعانيها، ما انا قلت لحضرتك انت لو في اي فرقه كده، لو الجدول قدام حضرتك الاسماعيلي عنده افارقه، المقاصه عنده افارقه، النادي الاهلي عنده افارقه، الاتحاد عنده افارقه، كلهم فراوده. نعم. يعني لازم برضو العين هنا تبقى يعني كادر يوسع شويه ونقدر ان احنا نكتشف فراوده سنها صغير لمستقبل منتخب مصر، ده المهم. دي نقطه مهمه جدا، ما اعتمدش على الكبار بس. لان الكره مش هتقف عند السنه دي والسنه الجايه، لا في لسه مستقبل، لسه بطولات افريقيه كتيره، وفي اعتقد ممكن يكون في مستقبل لمصطفى محمد، في مستقبل لعمر السعيد ايضا يعني. لا في لعيبه كتيره بس يعني يدوم فرص وكل واحد ياخد حقه. ركزت انا على فرودين ثلاثه وسايب اللعيبه الصغيره، ما لازم تاخد خبرات مع اللعيبه الكبيره عشان زي ما كلنا عملنا، ما كنا طلعناش لعيبه كبيره مره واحده، لازم مرنا مع الكبير عشان يدينا خبراته وينهلنا، واحنا منتخب مصر مع لعيبه اكبر مننا واحسن مننا وتعلمنا منهم وخدنا منهم خبرات، وبعدين احنا بقينا مكانهم، مشينا بقى يجي غيرنا، هي دي سنه الحياه. نعم. انما ما ينفعش انا اركز على ثلاثه اربعه كبار وخلاص على كده، لا لازم يبقى في دمج وفي يعني عايز اقول لك في ربط ما بين
الصغير والكبير شويه والكلام ده. ده مهم جدا اكيد يا كابتن سمير. عايز اروح بقى مع حضرتك لتجربه المنيا، هل من المتوقع نشوف فريق المنيا في الدوري خلال السنه اللي جايه باذن الله؟ لا ان شاء الله مين فرقه كويسه و ان شاء الله من كل طموحنا وتفكيرنا ولسه جايين من التمرين اهو مطحونين والله، كان تمرين جامد جدا. بنتمرن الصبح بعد الظهر وماتشات وديه وفتره قد بقى انت عارفه الفتره قد بتبقى يعني طبعا موت يعني تعب وارهاق على اللعيبه طبعا الجهاز الفني كده، لكن الحمد لله عاملين فرقه كويسه وبرنامج كويس جدا الفتره اللي جايه ومعسكر في القاهره ان شاء الله قريب في ماتشات وديه مع الممتاز ب وممتاز الف ان شاء الله برضو هتدينا برضو خبرات مع اللعيبه اللي موجوده ان احنا عاملين تيم قوي جدا وبنأمل ان شاء الله ان احنا نصعد. ده مؤكد طبعا يا كابتن سمير. ونفرح جماهير المنيا كلها ان شاء الله. ده اكيد مؤكد بخبرات حضرتك طبعا وبمساندتك ليهم ومساندتك للفريق، اكيد ان شاء الله تحققوا نتائج متميزه خلال الفترات المقبله. بنحيي حضرتك طبعا وبنشكرك جدا على التليفون الرائع في برنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس، وهنكمل مع حضراتكم دلوقتي فقرتنا فقره الانستجرام. حساب بليتشر ريبورت اللي نشر الصوره دي وفيها نتائج مخيبه جدا لفريق ليفربول في مبارياته قبل الموسم وكتب متبقي اسبوع واحد على مواجهه مان سيتي في كاس المجتمع الخيري، بس طبعا دي مباريات وديه والنتائج فيها مش مهمه لان كل مدير فني بيكون بيجرب لاعبين وخطط، وبنتمنى اكيد من خلال برنامج 7 في 7 ليفربول التوفيق ونجمنا الدولي المصري المحترف محمد صلاح. بمناسبة ليفربول نشوف فيديو للمدير الفني الألماني يورجن كلوب وهو بيلبي طلب الجماهير وبيوقع عليهم توقيع تذكاري في مدينة إدنبرا. ونروح لحساب نادي فياريال الإسباني اللي نشر ملخص مباراة الفوز الودي 3-1 على كولن الألماني. تعالوا نشوف مع بعض. كمان حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نشر فيديو ملخص لمباراته مع الانتر ميلان الايطالي اللي انتهت بفوز الفريق الايطالي بركلات الترجيح بنتيجه 6 أهداف مقابل 5 أهداف بعد التعادل بنتيجه هدف لكل منهم. تعالوا نشوف. ده تحدي اتعمل في شارع في لندن علشان الناس تشوف هتقدر توصل للارتفاع اللي بيوصل ليه كريستيانو رونالدو لما بيطلع للكوره علشان يلعبها بالهد ولا لا. تعالوا نشوف الناس عملت ايه وهل حد قدر يوصل لارتفاع رونالدو ولا لا. وبعد ما تعرفنا معاكم على اخبار فيسبوك تويتر انستجرام هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم نكمل اخبارنا اخبار السوشيال ميديا الرياضيه ببرنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس. انتظرونا. ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان ولسه مكملين معاكم أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة قصدك إيه. هنشوف بوست على حساب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك واللي كتب في حسابه قال إيه بقى. منذ عام ونصف وقعت مع نادي لم أرى في مسيرتي جماهير تحب وتعشق ناديها مثل جمهور الزمالك. حزين على ضياع لقب الدوري. برشا اعتذر فيكم واشكركم على دعمي خلال العام ونصف. يا ترى الرساله اللي حطاها حمدي النقاز دي هي عباره عن وداع لجمهور الزمالك ولا مجرد اعتذار عن ضياع لقب الدوري وخساره القمه؟ دلوقتي لو مستعجلين هتعرفوا اهم اخبار الرياضه في فقره اخبار على السريع. اليوم السابع الأهلي يحقق ثالث أعلى عدد من النقاط في تاريخه ببطولة الدوري. الوطن شيكابالا وأحداد وإبراهيم وبطيب خارج الزمالك. الفجر مدرب مدغشقر مرشح لقيادة الزمالك. سوبر كورة جدو بيجري عملية جراحية ناجحة. بطولات صالح جمعة أدين لجماهير الأهلي بالكثير والفوز على الزمالك كان ضروريا. اليوم السابع محمود علاء بيخطر الزمالك برغبة أهلي جدة في استعارته ب1.5 مليون دولار. سوبر كورة محمد فييرا على رادار الإنتاج الحربي. اليوم السابع علي معلول بعد هدفه في الزمالك أغلى دوري لجمهور عظيم.
الوطن. بعد راحة 4 أيام الأهلي يستعد لإطلع برا ببرنامج خاص. بطولات رأي سموحة لن نفرط في أي لاعب مجانا. الوطن الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة محمد عواد. الفجر منتخب الشباب يشارك في دورة شمال إفريقيا. البوابة نيوز الطردية وسيلة الزمالك للإبقاء على حامد وعلاء. الفجر جهاد جريشة يعتذر عن عدم المشاركة في معسكر حكام شمال إفريقيا. سوبر كورة دونجا مطلوب في الاتحاد السكندري. بطولات عبد الحفيظ الأهلي يجب أن يدرس في مناهج التعليم ونسعى للتتويج بكأس مصر. البوابة نيوز الاتحاد السكندري بيجرب الصفقات الجديدة أمام جدة السعودي. الوطن عاجل المقصة يوافق على انتقال جون أنتوي لبيرمنس. وعايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا كان بيقول من ترشحه لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة؟ طبعا مستنيين إجاباتكم على مدار وقت الحلقة علشان نستعرض إجاباتكم على تويتر في آخر الحلقة. دلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم نكمل فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا الرياضية برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة توب سيكريت اللي خلالها بنقول ليكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه في أي مكان تاني. خبر النهاردة عن رحيل محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب عن النادي الأهلي، والمعلومة اللي عندنا إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي متمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة بعدما تلقى العديد من العروض الأوروبية والخليجية، وكان أهم العروض دي هي أستون فيلا الإنجليزي اللي تفاوض مع اللاعب ومتمسك بالتعاقد معاه. لكن النادي الأهلي رفض رحيل اللاعب، خصوصا ان في بطولات مهمة جدا في الفريق طبعا هيشارك فيها الفترة اللي جاية، على رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا. الشناوي اشترط على الأهلي تعديل عقده ماديا ليتساوى بحسين الشحات أعلى لاعب بياخد مقابل مالي في الأهلي مقدر بثمن ملايين جنيه في الموسم. وعلشان كده محمد الشناوي اتكلم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وقال له أنا ما عنديش مشكلة إني أكمل في الأهلي، لكن أتساوى بحسين الشحات، لأن عقد الشناوي حاليا في الأهلي هي 4 ملايين جنيه وبتخصم منها جزء من الضرائب. الكابتن سيد عبد الحفيظ أكد للاعب إن النادي ما عندوش مشكلة إنه يعدل القيمة المالية في عقده، بس حارس المرمى اشترط تعديل عقده ليتساوى بحسين الشحات أو الرحيل لأستون فيلا الإنجليزي. كمان لسه مكملين مع النادي الأهلي اللي بيحتفل بالفوز ببطولة الدوري، وأيضا الفوز على الزمالك في القمة اللي جمعتهم بالأمس. خلال الساعات اللي جاية هتكون كمان في جلسة حسم بين سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب للاستقرار على القائمة الإفريقية للفريق، واللي هتكون بشكل مبدئي 27 لاعب، وهسيب النادي 3 أماكن فاضية علشان اللعيبة اللي هيتعاقد معهم النادي في يناير المقبل، واللي هيكون من ضمنهم كهربا. واللعيبة اللي هتخرج من القائمة الإفريقية هم إسلام محارب، أحمد حمودي، هشام محمد، حسين السيد، محمد شريف، وعمر جمال. وبعد ما تعرفنا معاكم على خبر التوب سيكرت هنروح معاكم دلوقتي علشان أعرف إجاباتكم على سؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول من ترشحه لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة؟ جالنا إجابات كتير على تويتر، وأبرز إجاباتكم اللي جات لنا كانت أحمد حمزي قال مساء الفل يا فرح، أرشح أن يدرب الزمالك مدرب أجنبي. مساء الفل عليك يا أحمد. فنان التويتر قال حسام البدري. عبد اللطيف لبن قال مساء الورد والفل والياسمين عليك يا فرح. مساء الفل عليك. من وجهة نظري أنا كزملكاوي أرشح كابتن حسن شحاتة ويساعده كابتن فاروق جعفر.
كريم حلمي قال: أتوقع إيهاب جلال المدرب المصري أفضل للزمالك. أما حمواء قال: الزمالك محتاج مدير فني أجنبي من نوعية جراس وفيريرا، لا يسمح بتدخل في شغله. أبو حمزة قال بمنتهى الاحترافية: حسام البدري. طه عبد العال قال: مساء الخير عليك يا فرح، مساء الفل عليك يا طه، ارشح مدرب على اعلى مستوى زي باتشوكا، ويا رب تقولي التغريده بتاعتي يا احلى مذيعه في مصر. قلناها يا طه. يوسف سيف قال: من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق، فيريرا كان من احسن المدربين للزمالك، بس مشوه مع العلم اني اهلاوي. مؤمن ثابت قال: باتشيكو البرتغالي أو ريكاردو مدرب التعاون السعودي. أحمد عصام أوكا قال: حسام حسن أحسن مدرب للزمالك. وبعد ما تعرفنا معاكم على تويتاتكم على سؤال حلقتنا النهاردة، بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. ومساء الفل على حضراتكم جميعاً.